وتنفيذا لتوجيهكم سيادة الرئيس بأهمية شمول المناهج التدريبية لآليات التعامل مع ذوي الهمم، لا سيما الذين يعانون من إعاقة غير ظاهرة قد يؤدي عدم اكتشافها مباشرة إلى تعرضهم للإزاء النفسي. فقد تم إدراج مادة أساسية بأكاديمية الشرطة ومعاهد معاوني الأمن وبالدورات التدريبية اعتبارا من العام الدراسي والتدريبي الحالي لتزويد رجال الشرطة بالخبرات اللازمة في هذا المجال، وبما يعظم الدور الإنساني للشرطة لدى كافة شرائح المجتمع. السادة الحضور، يسعدني وهيئة الشرطة أن نتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لأجهزة الدولة ومؤسساتها التي تتعاون مع وزارة الداخلية في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، كما توجه بتحية إعزاز وتقدير لأرواح شهداء مصر الأبرار ولأبنائنا من مصابي الواجب من رجال الشرطة والقوات المسلحة. الذين لم يبخلوا بحياتهم ودمائهم في الدفاع عن أمن وطنهم. واليوم ونحن نشهد تخريج دفعة جديدة من ضباط وضابطات الشرطة، يسعدني أن أتوجه بالتهنئة إلى السادة أولياء الأمور شركاء هذا النجاح، والذين كانوا خير داعمين لمسيرة أبنائهم.